في صباح اليوم قامت جيني بتحديث جديد للبلينك عبر الانستجرام وويف لمشاركة بعض الصور الجديدة لها والإجابة على أسئلة البلينك حول العالم. وقد شاركت جيني بحماس مع البلينك رحلته الأخيرة بالجولة العالمية في مدينة سيدني وميلبورن، وكم كانت سعيدة بهذه الرحلة البعيدة. ومع ذلك أوضحت جيني أنها واجهت صعوبة في اختيار الصور، فعلى مدار الشهر الماضي كانت جيني تحاول تنظيم الصور واختيار عناوين مناسبة لها، حيث قالت جيني لم يكن الأمر سهل أبدا. وفي المنشور شاركت جيني بعض الصور لحيوانات لطيفة وخطيرة مع غروب الشمس. وقد اعترفت جيني بأنها لم تتمكن من الذهاب لجميع الأماكن التي كانت تنوي زيارتها، إلا أنها كانت راضية تماما عن مقابلة حيوانها المفضل خنزير الماء. حتى أن جيني قالت إذا تحول البلينك إلى خنزير الماء أعتقد أنني سأعانقهم كل يوم. كما أخبرت جيني البلينك بأنها كانت تتعافى ببطء لذلك لا داعي للقلق عليها، فهي كانت تأكل جيدا منذ أن جاءت إلى كوريا، وأضافت أنها دائما ستكون ممتنة إلى البلينك. وأكدت جيني أيضا على أنها ستعمل بجد خلال مهرجان هايد بارك من أجل الجماهير. بعد هذا أجابت جيني على العديد من أسئلة البلينك، ومنها النظام الغذائي الذي تتبعه. وقد أجابت جيني بأنها تتناول الدجاج مع قليل من البهارات، وأثناء العشاء هي تأكل لحم الخنزير مع الكيميتشي والبيض المسلوق. ووافقت جيني أيضا على رغبة البلينك في مشاهدة بث مباشر لها مرة أخرى. وفي سؤال آخر يبدو أن جيني لم تكن على علم أن وكالة واجي قامت بتغيير توقيعها في لعبة بلاك بينك ذا جيم، ما تسبب في غضب البلينك لأن وكالة واجي أعطتهم توقيع غير رسمي لجيني. وفي النهاية ودعت جيني البلينك ونبهتهم بتناول الطعام جيدا وعدم التعرض للحرارة الشديدة والأمراض، وتمنت لهم أيضا الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع جيدا. أخبرني في التعليقات ما رأيك أنت في تلك الأخبار، ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.